شكرا أيها الحضور الكرام. أشكر المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا الأمم المتحدة ودولة مصر لتنظيم هذا المؤتمر. لا يوجد هناك أي كلمات لوصف الوضع الحالي في غزة، حيث المتأثرين هم من الأطفال والنساء. ردة الفعل المجتمع الدولي هي بحاجة إلى المساعدة الآن، ليس فقط من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، ولكن لدعم الطرفين وجعل حل الدولتين ليعيشوا جنبا إلى جنب بطريقة آمنة. تشيلي هي لديها مجتمع فلسطيني كبير، وأيضا تستضيف مجتمع، وهذا المجتمع أسهم بشكل كبير للثقافة التشيلية، وناصرنا إلى حل النزاعات والاعتراف بدولتين على الحدود المتفق عليها. دعمنا حل الدولتين وبحدود معترف بها دوليا من خلال الأمم المتحدة، وباحترام حقوق الإنسان من جميع الأطراف. تشيلي تعتمد هذا الموقف وتؤكد على أهمية التعايش السلمي، وأيضا حاجة لوضع وقف للعمليات العسكرية على الأراضي الفلسطينية. وبالاستجابة إلى الأزمة الحالية، الحكومة التشيلية تطلب الالتزام الكامل للقانون الدولي والقانون الإنساني. لقد أدنا ما قامت به حماس، ونطالب أيضا الإفراج عن الرهائن. وتشيلي تدين الاعتداءات أيضا على المدنيين في غزة، وخصوصا الأطفال منهم والنساء. هذه الفروقات التي تحدث يجب أن يتوقف استخدام العنف، ونطالب إسرائيل للامتثال في القوانين الدولية والمطالبات من المحكمة الدولية لوقف العمليات العسكرية في غزة والتي تؤذي الكثافة السكانية هنا. أنا أطالب أن إجراءات المطالب منها من المحكمة الدولية هي مهمة وملزمة. وأيضا نؤكد على القضية التي قامت بها جنوب أفريقيا في هذا السياق. نحن أيضا أسهمنا بالنظام لتقديم المساعدة للقاطنين في غزة، وأيضا عملنا لدعم وحماية مواطنين الذين هم يعيشون هناك وأيضا أقربائهم. يعني نعمل على وقف هذا العنف ضد المدنيين، وهذا الأمر يجب أن نعمل بالامتثال بالقوانين والالتزام بالقوانين المرتبطة بحقوق الإنسان وحل الدولتين، هذا بالاعتماد على القوانين المرتبطة بالحلول، خصوصا 2027. وأيضا تشيلي تحث الطرفين حماس والحكومة الإسرائيلية للامتثال بهذا الحلول، وأيضا التأكيد على سيادة القانون والمنطقية التي يجب أن تسود في هذا المجال.